وش كثر كان صعب على الشيخ فهد الثنيان إنه يتكلم عن مرض ابنه عبد الرحمن، وكيف عرف باختصاص حياة طفل. وش كثر كان صعب على طبيب أشرف على علاج مريض لسنوات أن يواجه أهله. قدامك شخص أنت فترة طويلة كنت معاه، كان يكلمك وتكلمه، كان جزء من حياتك اليومية. والد عبد الرحمن كان موجودين بنفس الغرفة، كان يعني جدا شعور قاسي أنك تشوف شخص تعزه، تشوف أشخاص جدا تعزهم وتنقل لهم خبر يعني جدا مو كويس. رفاق عمره وزملاء دراسته عرفوا بمرضه ما صدقوا. أعراض تعب باينة عليه، النحف، تساقط شعره، فإحنا كنا نحاول قدر ما نقدر أن نسليه، نحسسه كأن إحنا ناسين عن مرضه، كأن ما في مرض. هو أول من يبتسم، أول من يضحك، أول من يزرع ابتسامة في الشخص. مات الشاب المبتسم، وما مات اسمه. أسس والده جمعية نشرت ثقافة جديدة واختصاص ما عرفته مستشفيات المملكة. قالوا هذا تخصص قديم موجود اسمه حياة الطفل، من مهامه إبلاغ الطفل عنه مرضه. بيكون في دعم نفسي طبعاً باللعب، بيكون في مثلاً شرح إجراءات طبية، شرح تشخيص جديد عند الطفل، مساعدة الطفل تخطي إجراء طبي. تأسيس جمعية واحة عبد الرحمن حدث جميل، عمل إنساني هادف يسر القلب، قلب أم وأب وشقيق ومحبين. عبد الرحمن الله يغفر له يرحمه لسان حاله يقول: سروري أنا أراك مسرور. بين غصة ودمعة شرح فهد ثنيان طبيعة الخدمات اللي يقومون فيها المتخصصون في Child Life أو حياة طفل، واللي تتطلب الجمع بين الطب والتخصص الاجتماعي والنفسي، وهذا أول شيء يسوونه مع المريض الطفل. من مهامه إبلاغ الطفل عن نوعية المرض بطريقة ميسرة، إضافة إلى أن يكون الطفل يعني خايف، فهو يعطونا نوع من الأمان، من الراحة والنجراء. بألم يتذكر الشيخ فهد الثنيان كل تفصيل يتعلق بعبد الرحمن بمراحل مرضه، فماذا عن أولى المؤشرات المقلقة؟ عرفنا مرض شخص عبد الرحمن، جاه ألم في ظهره، وكان الألم يعني مزعج كثير. بعدها عملوا لها أشعة، وجدوا فيه ورم على الكلية. طلعت النتيجة، طلع أنه ورم سرطاني. سبحان الله العظيم، ما يأتي الأطفال، هذا ما يأتي إلا من فوق 30 سنة، واستغربوا، وهو شوي شرس النوع هذا، ما ينفع فيه لا كيماوي ولا ينفع فيه بعض الحاجات، فقرر أنه يعمل له عملية استئصال. سافر إلى أمريكا، عمل له عملية استئصال كلية. بعدها عبد الرحمن الله يغفر له ويرحمه رجع الرياض، بعد 3 شهور عملنا على أساس اللي هو الكشف الدوري اللي عشان يطمنون، وجدوا فيه لا يزال أورام ما استئصلت. بلغنا عبد الرحمن الله يرحمه في عملية بسيطة، وكانت عملية مي بسيطة، بس عاد الحمد لله والنعم الله علينا أننا وفقنا بدكتور فهد المقبل،
استشاري أورام سرطان. رديت عليه قلت له الحمد لله نحن نؤمن بالله. توفي عبد الرحمن في 8 مارس من العام الفائت بعد أسبوع على إتمامه 18، وهو الولد الثاني في العائلة. بعد ما توفي عبد الرحمن الله يرحمه وبعد انتهى العزاء صار فيه التفكير في عمل حاجة لعبد الرحمن الله يرحمه، وبالفعل والدته الله يجزاها خير هي اللي كانت وراء الموضوع من الصفر. بدأت تبحث عنها في هذا الموضوع، وجدت في أحد أنه أن هذا التخصص غير موجود في المملكة. طبعا هذا التخصص سبحان الله العظيم من الحاجات اللي ريحتنا فيه أنه حاجتين. أولا يعني عملا خير الله ينفع فيه عبد الرحمن، والله يشفي جميع المرضى، والله لا يحوج أي أحد له. ثانيا لأنه فيه من شخصية عبد الرحمن. أن أراك مسرور هذا هو سروري. بالفعل عبد الرحمن الله يرحمه كان ما يعني أهم شيء اللي حوله مسرورين خلاص يستر. كان شخصية الله يغفر له ويرحمه يترك أثر، يحب يسعد الآخرين. اهتمت الدكتورة هانا المديميغ والدة عبد الرحمن بكل التفاصيل المتعلقة بإطلاق جمعية حياة الطفل واحة عبد الرحمن، واستقطبت خبرات وكفاءات من خارج المملكة للمساهمة في إعداد متخصصين في هذا المجال، ومنهم الدكتورة بانا عزيزي. Child life specialists, they are non-medical healthcare professionals. They work within the clinical team and they provide a number of interventions to really support the child and the family cope through hospitalization or healthcare encounters. They are part of the mission of patient and family-centered care, so much so that they provide interventions such as helping a child with their new diagnoses and understanding that. They provide psychological support and preparation. They also support the siblings of a family, because when a child is sick, it's not only the child that's sick, the entire family is affected by the child's illness. حب عبد الرحمن للناس حيطلع من الجمعية هذه. بالفعل قدمنا، طلعت ترخيص الجمعية بسرعة ولله الحمد بدون أي تدخل، والحمد لله الشجرة خلنا نقول بدأت تزرع. رغم أن الجمعية انطلقت قبل أشهر قليلة فقط، إلا أن طموح مؤسسها أن تغطي جميع أنحاء المملكة، واللي أعدت كادرات وأخصائيين باتوا يعرفون دورهم تمام المعرفة. بنركز على نفسية الطفل وأي حاجة ممكن تأثر على نفسيته خلال تجربة المستشفى. إزاي مثلاً بنعمل الدعم ده، أو إيه الحاجات اللي إحنا بنقدمها؟ إحنا بنتفهم إن لما بيكون عندك طفل مريض في المستشفى دي مش حاجة بس بتأثر على الطفل، بل هي بتأثر على العيلة بالكامل. فإحنا من دورنا في المستشفى إن إحنا نشتغل مع الطفل والعيلة من خلال الدعم النفسي والدعم المعنوي. راح نكون سعداء كثير عندما نشوف السعادة على أوجه الأطفال الحلوين، ونكون أسعد عندما يمن الله عليهم بالشفاء العاجل. أكثر من سنة انقضت على موت الشاب عبد الرحمن، وما زال حاضر في حياة أصدقائه في إيش يقولون عنه. مثل أي شاب سعودي تعرفت على عبد الرحمن من أصدقاء ثانيين. جمعتنا شلة واحدة، عبد الرحمن كان كل فترة وفترة يتعب، أكيد معروف يعني اللي جاله مو بشيء سهل، فبعد المرض أكيد لازم يكون في أعراض. فمن الأعراض أنه كان الفترة الفترة كان يتعب، كان ينهد حيله، فكان يختفي عننا بعض الأحيان.
أعراض تعب باينة عليه، النحف، تساقط شعرة، فإحنا كنا نحاول قدر ما نقدر أن نسليه، نحسسه كأن إحنا ناسين عن مرضه، كأن ما في مرض، لكن هو كان مع التعب وللأسف ما كان يحبنا نشوفه بذيك الطريقة. عبد الرحمن ما حن يبينا ناخذ صورة عنه أنه بس إنسان فيه الطاقة، فيه الحماس. الأوقات الحلوة انتهت، موت عبد الرحمن نزل كالصاعقة، أصاب رفاقه بالصميم. كانوا يعرفون أنه وضعه تعبان جدا، لكنهم ما بغوا يصدقون الخبر. من قوة الصدمة ما حد عرف إيش يقول، خانتنا العبرة. فقد شخص مو بسهل، بالذات لو شخص مصادق ومعاشر سنين. واحد عبد الرحمن جمعية تعنيه الكثير، لأنها امتداد شخصية عبد الرحمن الله يرحمه. حاول نطلع الطفل المريض التعبان ونعالجه ونوسع صدره ونحاول أن نساعده في الجانب الاجتماعي والنفسي وندور له طريقة علاجية. وحبيت أني أحط بصمتي فيها، لأن المرض ما يعرف صغير وكبير، ما تعرف متى يومك بيجي، وبالنهاية سيرتك وعملك الصالح هو اللي بيبقى معك حتى بعد وفاتك. حلقة أصدقاء عبد الرحمن كبيرة، والكل اليوم يتذكرونه بصفاته، بأخلاقه، بإيجابيته، بتعامله مع رفاق العمر والمدرسة. صعب إن الواحد يلقى شخص مثل أمانة، يعني شخص بطباعه، بطبيعته، بكيانه يزرع الفرحة والسعادة بين الناس. عبد الرحمن ما ينبسط إلا إذا الكل اللي حوله احتياجاتهم متلبية، متوفرة، قدم كل مساعدته اللي يقدر عليها، وقتها عبد الرحمن يكون سعيد. كانت علاقتي مع عبد الرحمن علاقة مميزة أمانة، ما أشوف أنها متواجدة في كل صديق، لأن من الصعب أنك تكون محب لشخص بالكمية اللي يحبك عبد الرحمن فيها. عبد الرحمن أنا وياه في صف إن ما خاب ظني سادس واحد، كان عندنا أستاذ الله يذكره بالخير كان جدا شديد يعني، ففي المواقف اللي لما يكون الأستاذ فيها معصب منا، سواء من إزعاج إنه سببناه أو من شغلة خاطئة إنه سويناها، كان عبد الرحمن يقدر إنه ينسي الأستاذ غضبه. كل يوم خميس بعد الدوام المدرسي كان يروح الولدين الصديقين إلى السوبر ماركت، وفي يوم وهم كانوا يأخذون حاجاتهم لاحظ عبد الرحمن أن احتياجات صديقه تغيرت. يعني أنا متعود أن عبد الرحمن يأخذ أشياء معينة، تغيرت الأشياء اللي يأخذها عبد الرحمن. رحنا نحاسب أنا وعبد الرحمن، خلصنا جينا نطلع من السوبر ماركت، إلا عبد الرحمن فجأة وقف طلب مني أني أنتظر كده دقيقة شوياتي بيجي. أشوفه يطلع برا كده عند السوق، إلا ألاحظ أن لا إله إلا الله شايف أم وبنتها، إلا الكيس اللي معه أعطاه إياه. رجع عبد الرحمن لنا، قلت الحين أنت كل هذا اللي تسوقه كان للعائلة؟ قال إيه كان للعائلة. قلت طب الحين أنت شريت نفسك؟ قال يوه نسيت، ما شريت لنفسي. قلت الحين روح نشتري؟ قال لا خلاص خلاص خلاص, خلاص. أنا شبعت، شفتهم يأكلون خلاص أنا شبعت. كان وقع غياب عبد الرحمن قوي على أصدقائه، ما صدقوا الخبر، عزوا بعضهم بمن كان نوراً وانطفأ، ولقوا نفسهم معنيين بالجمعية الحاملة اسمه. قاعد أحاول وأسعى أني بعد ما أتمم مسيرتي المهنية في الطب إن شاء الله، في أن أكون مشارك في واحد عبد الرحمن، وأساعد في تطوير واحد عبد الرحمن، لتكون حياة الطفل المريض أسهل ولعائلته، وأن أزرع الابتسامة في وجوههم كما سوف تفعل واحد عبد الرحمن إن شاء الله. أثر عبد الرحمن بكل من عرفه وكل من رافقه بمسيرة العلاج في السعودية. فإيش يقول الدكتور فهد المشرف على علاجه؟
كان الاتصال في البداية بيني وبين الدكتورة هناء أم عبد الرحمن عن وضعه الصحي وكيف أموره وكيف تقبله للعلاج. إذا صار فيه اتصال بينك وبين أم أو أب المريض تحس أنه والله فيه قلق، تحس أنه فيه خوف، وهذا شيء طبيعي. كان دوري طبعاً بعد يعني خطة واضحة علاجية لحالة عبد الرحمن الله يغفر له ويرحمه، تطمين والدته دكتورة هناء، ووضع خطة مستقبلية مراقبة للمرض. دائماً الجانب النفسي لك كممارس صحي كطبيب يتأثر، يعني إذا كان المريض صغير في العمر زي حالة عبد الرحمن الله يغفر له ويرحمه يظل يأثر عليك، بس بنفس الوقت تحاول أنه ما تلخبط المشاعر هذه على أساس تكون مهني وتأدي رسالتك. الفترات الأخيرة في مرحلة عبد الرحمن الله يغفر له ويرحمه الورم كان يتقدم أكثر وأكثر، نادر تشوفه أنه يتدمر. في أحياناً واحد يصل لمرحلة من الضغط النفسي يبدأ يطلع الضغوطات على أقاربه وعلى حوالينه وعلى الممارسين الصحيين. حالة عبد الرحمن الله يغفر له ويرحمه كان منوم، وفريق التمريض كلموني وقتها قالوا أنه والله نحتاجك بشكل عاجل، فطلعت من المكتبي على طول للجناح، رحت الغرفة المنوم فيها، وكان واضح أنه الله يغفر له ويرحمه فارق الحياة. قدامك شخص أنت فترة طويلة كنت معاه، كان يكلمك وتكلمه، كان جزء من حياتك اليومية. والد عبد الرحمن كان موجودين بنفس الغرفة، فكان يعني جدا شعور قاسي أنك تشوف شخص تعزه، تشوف أشخاص جدا تعزهم وتنقل لهم خبر يعني جدا مو كويس، وتجي أنت صاحب الرسالة، بس هذا واجبك طبعاً أنك تنقل لهم الخبر هذا. انضم الدكتور فهد إلى جمعية واحد عبد الرحمن لإيمانه بدورها ورسالتها وحاجة المريض الطفل وذوي إلى نوع غير مألوف في الخدمات الاجتماعية والنفسية. العمل التطوعي اللي يقوم فيه أي ممارس صحي، أنا أو أي أحد من الزملاء والزميلات في المجال الطبي، له لذة، له شعور جداً لا يوصف، لأنك قاعد تسوي تعويض، قاعد تحاول تأدي أشياء ما هي بأساسية، تأدي أشياء أنت راغب فيها من قلبك. طب الأورام قاعد يتطور، علاجات تكتشف فترة بعد فترة. بنفس الوقت الرضا الداخلي أني أنا قاعد أقدم حاجة تخصص نادر والناس تحتاجني وأنا أحتاج الناس عشان أقدم لهم الخدمة هذه، فهالموضوع غطى على الجانب أو النقطة السيئة في تخصص الأورام. شخصية عبد الرحمن وشعوره الإنساني المرهف وحبه للخير ومعاناته ألهمت والدينه وحفزتهم على تأسيس هذه الجمعية الهادفة إلى نشر ثقافة حياة الطفل ومساندة المرضى الصغار وذويهم. قصة جداً حزينة، قصة جداً مؤلمة، فقدوا أغلى ما يملكون، ومع هذا ما توقف العطاء. لا، طلعت الفكرة أنه والله خلينا نأسس جمعية، خلينا نأسس واحد عبد الرحمن الله يغفر له ويرحمه، علشان أنه الأشخاص اللي حيمرون في الحالة هذه حالياً أو حيمرون مستقبلاً تكون رحلة العلاج قدر المستطاع سلسة، ولا يكون فيها أي عقبات، ولا يكون فيها أي آلام، سواء للمريض أو قريب المريض مهما كان. الدعم المالي والمعنوي من أستاذ فهد ثنيان وزوجته كان جدا ممتاز. توقعاتي أن لها مستقبل جدا إن شاء الله حيكون مبهر، وحيكون لها نتائج ملموسة على يعني فئة جدا عزيزة على علينا اللي هم مرضى الأورام وقارب مرضى الأورام. أنا عضو في الجمعية. جميل أن الواحد يعني يكون له دور خارج دوره الأساسي كطبيب أو كممارس صحي، فأنا بالعكس كانت يعني شرف لي، وسام على صدري أنه أكون جزء من الجمعية لها هدف سامي،
جمعية واحد عبد الرحمن الله يغفر له ويرحمه. ألف تحية لروح الشاب الحاضر بيننا. كان يعني جدا شعور قاسي انك تشوف شخص تعزه، تشوف اشخاص جدا تعزهم وتنقل لهم خبر يعني جدا مو كويس. اعراض التعب باينه عليه، النحف، تساقط شعره، فاحنا كنا نحاول قدر ما نقدر ان نسليه، نحسسه كان احنا ناسين عن مرضه، كان ما في مرض. هو اول من يبتسم، اول من يضحك، اول من يزرع ابتسامه في الشخص. لسان حاله يقول: سروري أن أراك مسرور.